بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإخوة الكرام الأفاضل مشرفي السلام والصحة المهنية. مرحبا بكم في محاضرتنا التعريفية لمادة إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالسلام والصحة المهنية. وزي ما نبهت سابقا بإذن الله سبحانه وتعالى، سندرس المادة من خلال المنهج المطروح من قبل الأكاديمية، ثم إن شاء الله سأصطحب خبرتي في مجالات متعددة. معاكم أخوكم عبد المنعم عمر عبد المحسن عبد الله، إن شاء الله حكون معاكم في المادة، ومن خلال خبرتي في مجال الهندسة المتعلقة بإدارة المشاريع والمتعلقة بإدارة السلام والصحة المهنية، مروراً بمعلومات النيبوش القيمة ومعلومات الأيوش القيمة والمعلومات المتعلقة الجودة وغيرها من المعلومات، إن شاء الله سنخوض في المادة بشكل موسع، مستصحبين معانا مسائل في غاية الأهمية، منها المنهج ولا شك ده الطريق اللي حنمشي عليه، ثم حنعرض مواد مرئية ومسموعة تمثل دراسات حالة من بيئة العمل، ودي بتساعدنا أيما مساعدة في استيعاب المادة وربطها بواقع العمل، لأنه في النهاية أنتم المناط بكم عندما تخرجوا من بيئة العمل تمارسوها بشكل أو تخرجوا من الدبلوم تمارسوا العمل في بيئة العمل بشكل علمي وعملي يساعدكم في إدارة السلام والصحة المهنية بأفضل ما يكون. كذلك إن شاء الله أنا هعرض المادة من خلال مادة العرض الآن أمامكم شايفينها، وكذلك هي نفس المادة هتنزل لكم على شكل PDF فايل على موقع كلاسير بإذن الله سبحانه وتعالى، كل باب هننزل المحتوى بتاعه إن شاء الله رب العالمين. وأذكر الجميع بما ذكرت سابقا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبالتالي نحتسب جميعنا الأجر في دراستنا لدبلوم السلام والصحة المهنية، ولا سيما مادة إدارة الجودة الشاملة وعلاقتها بالسلام والصحة المهنية، حتى نكون من ينال الأجر في الدنيا والآخرة، لأنه إحنا حنحافظ على الأرواح اللي خلق الله سبحانه وتعالى، وحنسعى في أنه نجعل لها بيئة عمل خالية من المخاطر وخالية من الحوادث والإصابات بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبإذن الله سبحانه وتعالى من خلال إماطة الأذى عن من هم في بيئة العمل والحرص على سلامتهم وصحتهم المهنية وتوعيتهم وتدريبهم بالأشياء دي، نكون بإذن الله سبحانه وتعالى من ينال الخير في الدنيا والآخرة، وكذلك ينال الأجر اللي ممكن يقتدى به حياته إلى آخره إذا كان موظف في أي كان بيئة العمل. فالنية والاحتساب مهمة جدا، ثم كذلك لا بد من الصبر في طلب العلم، وزي ما ذكرت سابقا بقصة سيدنا موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، عندما قال سيدنا موسى للخضر: إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم بعد ذلك أجاب سيدنا قال: ستجدني، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال سيدنا موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فعرفنا أهمية الصبر في طلب العلم، والإنسان عندما يعرف غاية الصبر يصبر ويتصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون. إن شاء الله في المحاضرة التعريفية هنعرف أهداف المادة، الهدف الرئيس والأهداف التفصيلية والأبواب اللي من خلالها حنتناول المادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونبدأ الآن كعادتنا بأول دراسة حالة نستطيع من خلالها عكس تصور المادة والأشياء اللي احنا مقبلين عليها، ونبدأ الآن بالحالة الأولى بإذن الله رب العالمين. وتابعوا معي الإخوة الكرام، نبدأ بالكيس الأولى الآن.
طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس وتعرفنا في الكيس على مسائل مهمة جدا تتعلق بإدارة الجودة الشاملة. أولا غتروا من بداية الأمر أن الحدث ده عادي جدا، لا سيما في بعض البلدان لا يهتم بسلامة الطرق. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن سلامة الطرق وشفنا كيف المحاضرة الماضية يعني في مادة تحليل البيانات، شفنا كيف أهمية الاهتمام بالطرق حتى نتجنب الحوادث. الآن على سبيل المثال دي عندك خلل الآن موجود في طرق في طريق من أحد الطرقات بيسموه مان هول، دي عبارة عن مان هول، الهدف الأساسي منه أنه يصرف المياه الأمطار والمياه اللي بتنزل في الطريق إلى الأسفل من خلال المجاري. ولكن لو لاحظنا الآن من تكرار مرور العربات بأحجام المختلفة وأوزان المختلفة أدى إلى حصول ديفكت أو خلل. شوف الآن نزل مستوى المان هول عن المستوى الطبيعي، ودي عبارة عن مجموعة بتاعت حصى من وقت لآخر تتفتت بسبب مرور العربات، ودي ممكن تضر لا سيما الشخص إذا كان أنت مثلا تسوق عربية وجيت ماري بالمان هول ده، من خلفك قد يتعرض إلى بعض الحصى المتطاير، ده ممكن يؤدي إلى إصابة الزجاج، أو خاصة لو كان سايق عربة مثلا فيها زجاج وممكن يصيب الشخص بشكل مباشر إذا كان سايق دراجة نارية أو دراجة عادية. فبالتالي ده خلل لابد من مراجعة المسألة دي وإزالة الخلل في أقرب وقت ممكن، وإلا تحدث حوادث. إلى الآن طالما لم يحدث حادث بنعتبر عبارة عن ده خطر وشيك ممكن في أي لحظة يؤدي إلى إصابة أحد العاملين أو المارين في الطريق. فإذا كانت في صيانة دورية للطريق بالمرور هنعرف إنه في خلل هنا لابد من إصلاح. جميل، قامت الإدارة المعنية بسلامة الطرق بعملية بتاعة إنسبكشن أو تحقق، يعني مروا عملوا تشيك على الطريق فوجدوا إنه في خلل، فالآن يريدوا إصلاح الخلل. شوف أول حاجة بدوا بضوابط السلامة والصحة المهنية، ثم بعد ذلك بدوا بمعالجة الخلل بشكل علمي جميل جدا جدا جدا، إزالة الخلل، وشفنا العملية الهندسية اللي تمت بشكل مدروس، وشفنا الدقة والقياسات ومدى التحقق والتأكد من إنه العمق المطلوب والمسافة المطلوبة والمستوى المطلوب، وتأكد إنه وضع الشيدة بالشكل الصحيح، وشوف العربات موجودة كيف، ومراعاة السلامة والصحة المهنية والالتزام بوسائل الحماية الشخصية، وهكذا من أشياء كلها في النهاية أدت إلى إنجاز العمل بشكل طيب، وبالتالي الحفاظ على سلامة وصحة من يستخدم الطريق ومن يمر بالطريق، والتأكد إنه الأمر موزون بالشكل الصحيح تجنبا لأي مخاطر. وبالتالي شباب هنا نكون ساهمنا في سلامة وصحة من يمر بالطريق من الإزعاج ومن الضرر ومن غيره من الأشياء، والآن تسير العربات بشكل طيب دون أي مشاكل زي ما شاهدنا في الكيس الآن. طيب ننتقل إلى كيس أخرى ونتعلم فيها الجانب النقيض، وقالوا وبضدها تتميز الأشياء، أو وقيل وبضدها تتبين الأشياء. تعالوا نشاهد يا شباب الآن النقيض للمسألة.
طيب يا شباب، شفنا اللي حصل شنو الآن أمامنا، وبالاستفادة من الكيس ومقارنتها مع سبق نتعرف على أهمية الإتقان، واللي هي بمعنى آخر تسمى الجودة. ونحن عندنا في الإسلام يعني إنه الإنسان يحسن في العمل ويتقن العمل، ونعرف الآيات والأحاديث اللي بتدلنا على أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن يرانا فإن لم نكن يراه فإنه يرانا. فالعامل ده الآن أو الموظف ده أو صاحب المتجر أو النجار، جاء أحد الزملاء من قبل أو أحد الزبائن وطلب منه إصلاح الكرسي زي ما شايفين الآن، وبكل أسف حصل خلل في الأمر، فجاء الزبون الآن معترض وشايف إنه الحاجة دي ما تم بالشكل الصحيح. وتاني صاحب المحل أو النجار بكل أسف قام بنفس الطريقة السابقة في الخلل، عدم الالتزام بجودة العمل والإتقان، وعدم الالتزام بصحة وسلامة من سيجلس في الكرسي من بعد. ونشوف الاستهتار وعدم مراعاة الإتقان والأمانة. صح، هو الآن صاحب الكرسي ما شايفه، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه. ونحن قلنا الإنسان لابد أن يعامل الله سبحانه وتعالى ويراقب الله جل وعلا، لأنه في النهاية محاسب. شوف، بدل ما كان يختار اللي هو ناقصة الأدوات عنده المحتاج لها، فبالتالي بدل ما يجيب ويكمل المطلوب، بكل أسف شاف مسمار ومسمار نفسه يعني ما صحيح، واستعمله بكل أسف على أنه خلاص تمت المهمة وإلى آخره. وده كله من العمل الإتقان وعدم الجودة، اللي في النهاية يؤدي إلى ضرر بسلامة وصحة من يستعمل الكرسي. وشفنا النتيجة كانت شنو، لما قالوا يعني من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فهو الآن على حساب انه او على حسب فهم انه خلاص انا انتهيت، وبالتالي الشخص بتاع الكرسي حاجه يشيله ما يعرف اي شيء. لكن بكل اسف ابتلي انه جاء ابنه، وابنه ما شاء الله ابن ممتاز وناجح، لكن بكل اسف يعني اخذ او شرب من نفس السم اللي بيضعه ابوه للاخرين. وشوف الابن تعرض الى اصابه، وقد تؤدي الى خلل في الدماغ، وقد تؤدي الى إصابة يعني بنزيف داخلي، وممكن بسببه ينشل أو كده لو ضبط الدماغ فيها خلل كبير جدا. شفنا النتيجة كانت شكلها شنو. يبقى شباب، لابد من الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ولابد من الإتقان في العمل. والآن تعلمنا الجودة ونقيض الجودة، وإنها تؤدي إلى مضار أو خلل في أمر السلام والصحة المهنية. ونرجع الآن، ومن خلال ما استفدنا يا شباب من معلومات، يمكن أن نلخص ما يلي: إنه الهدف الرئيس للمادة بتاعتنا هو إنه يتعرف مشرف السلام والصحة المهنية اللي هو أنت على العلاقة بين الجودة والسلامة والصحة المهنية. وشفنا الآن ارتباط الجودة بالسلام والصحة المهنية. شخص ما أتقن عمله بأفضل ما يكون، وبالتالي حافظ على سلامة المشاه في أو المارين بالطريق وسلامته هو نفسه، وشخص آخر لم يتقن العمل وبالتالي أضر نفسه في البداية. وحتى نتعرف على الجودة بشكل أقرب، لا بد من نتبع في مواصفات عالمية موضوعة للجودة، وإن شاء الله هتكلم عنها في الباب الأخير بشكل مفصل. المواصفة 45001 متعلقة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، والمواصفة إن شاء الله 14001 متعلقة بنظام إدارة البيئة، والمواصفة 9001 متعلقة بنظام إدارة الجودة، والمواصفة 22000 متعلقة بنظام إدارة سلامة الغذاء. كلها إن شاء الله هنفصل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الهدف الرئيسي يا شباب، ممكن نفصل في أهداف تفصيلية، اللي هي أولاً نتعرف على تطبيق أهمية تطبيق المعايير المتعلقة بالجودة والسلامة والصحة والبيئة بإذن رب العالمين، ونعرف فوائد تطبيق النظام إدارة الجودة الشاملة والمتطلبات المحتاجة لها والمعوقات اللي ممكن تعيقنا في سبيل تطبيق هذا النظام، ونتعرف كذلك على معلومات لها علاقة بالتحقيق في الحوادث، ونتعرف على أنظمة الجودة والسلامة والبيئة إن شاء الله هنفصل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك نتعرف على الفرق ما بين الإجراءات التصحيحية عندما يحصل أي خطأ، نحن بنقوم بإجراءات تصحيحية، والإجراءات الوقائية حتى نقيبها أنفسنا من الوقوع في الخطأ مرة أخرى. وبإذن الله هنتعرف على نظام سلامة الغذاء. هذه الأهداف سواء كان رئيسية أو تفصيلية نتناول إن شاء الله على شكل قوالب، واللي تمثل المحاور أو الأبواب اللي من خلالها حندرس المادة. مثلاً عندك الباب الأول هو مقدمة عن الجودة الشاملة وأهميتها، الباب الثاني فوائد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، والباب الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى المتطلبات والمعوقات المحتاجة لها عشان نطبق نظام إدارة الجودة الشاملة،
والباب الرابع يتكلم عن إدارة السلام والصحة المهنية، وواحدة من أهم إدارات الجودة الشاملة في المؤسسة. وحتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض المواصفات العالمية قلنا، اللي هي مثلا منها مواصفة الآيزو 9001-2015 تتعلق بنظام إدارة الجودة، ومواصفة الآيزو 45001-2018 تتعلق بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونبذة عن مواصفة الآيزو العالمية 14001 تتعلق بنظام إدارة البيئة، ونبذة عن المواصفة العالمية آيزو 22000 إصدار 2018 تتعلق بنظام أو بإدارة سلامة الغذاء. وتجد العبارات دي يا شباب أحيانا موجودة في كلمة، تلقاها في كلمة QHSE، بحيث إنه كلمة Q تعني quality، وكلمة H تعني health، وكلمة S تعني safety، وكلمة E تعني environment. وبالتالي إذا وجدت عبارة عن QHSE engineer أو QHSE manager، تعرف إنه دي المعلومات مأخوذة من هنا. فبإذن الله سبحانه وتعالى من المحاضرة القادمة حنخوض ونفصل في المادة بعد ما عرفنا هدف الرئيس والأهداف التفصيلية والمحاور اللي هي الأبواب اللي من خلالها حندرس المادة بإذن الله رب العالمين. الآن يا شباب في أي سؤال أو استفسار متعلق بالمادة؟ طيب طالما الأمور واضحة إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.